فوق 3 ملايين، فوق 3 ملايين خاطر عيش مرتاح. توا السكر ما ثماش، العظم ب 25% الحاره. توا نخلص برسك 1,400,000 ومانيش مرتاحه في تونس، ودير ماشي لوزاره الخارجيه معناها الرجل في موري وراك. انا شخصيا اقل حاجه 3 ملايين نكمل شهري قد قد على العيشه هذه والليسونس والدنيا، شهري قد قد. نعطيك عليا انا شهري بالدينار. السميك في فرنسا 1600 يورو 1500 يورو، مانيش عارف اذا كان هذا ابليكابل على التوانسة ولا. 10 ملايين مريقل، 10 ملايين 10 ملايين، لا زوز ما عادش يعملوا شيء، 3 ما عادش يعملوا حتى شيء، 4 ما يعملوا شيء، 5 شيء، 9 شيء، 10 فوق المليون ونص، فوق المليون ونص. لاباس هذاك وتقتصر امور تعيش كما شويه هكا وشويه هكا. انا مش نقيم بالضبط قداش، اما حسب ما نشوف انا ويومين انا سيدي في السوق سيليباتير با موان دو 2000، ما يكونش ما اقلش من 1,200,000 معناتها بالنسبه للمراه وحدها والراجل وحده، على خاطر كري ومصروف معناتها الماكله واللبسه وكل شيء غلي. المشكل فيش معناتها اللي هذه يبيع حتى حاجه يبيع على زيرات، مش نقولوا يبيع على زيرات نقولوا ما ثماش مرقب الاسعار، مرقب الاسعار تفهمت وياه خويا تعطيني تبتوفه وخدم على كيفك. انا نتصور اللي تونسي مشكلته يحب يعيش بكرامه، يحب يعيش في بلاد يحس انها متاعه تحترمه تعطيه حقوقه، ولكن هنا مهم جدا نذكروا التوانسه الكل عندهم واجبات. احنا مشكلتنا بقينا نخموا كان في الحقوق وما خمناش في الواجبات، الحقوق والواجبات لازم يكون توازن ما بيناتهم الزوز، هذا الحاجه الوحيده اللي تنجم ممكن تخرجنا من اللي احنا فيه.